المزمور 50 هو واحد من 3 مزامير كتبهم أساف. هتلاقوه كده في بدايته تحت كلمة المزمور 50 مكتوب عليه مزمور لأساف. انتوا عارفين مش كل المزامير كاتبها داود النبي، لكن لأنه كاتب أغلبها احنا بنقول إنها مزامير وتراتيل أبينا داود النبي، لأنها تنسب ليه، لأن أغلب المزامير هو اللي كاتبها. اسم أساف معناه من يجمع أو الله يجمع. أساف كان رئيس فرقة المسبحين في خيمة الاجتماع في أيام داود، وذكر اسمه أنه هو أساف الرأس في أخبار أيام الأول في إصحاح 16. المزمور اللي احنا هنتكلم عليه الحقيقة هو فيه فكرة عن الإدانة العامة، الدينونة العامة، ولكن من خلال أن الله بيدين خطية الرياء أو العبادة التي بلا روح. أحيان كتير جدا في ناس تبقى موجودة جوه الكنيسة وحياتها اللي بتقوله كلام واللي بتعيشه كلام تاني. سامحوني حتى توصل لغاية الاعتراف، يقول كلام ولكن لا يعمل بيه أبدا. عشان كده ربنا بيدين الحياة اللي بلا ثمر أو اللي هي كلام بس بلا روح. يبتدي المزمور بيقول إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق، يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مدينة شعبه، اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة، وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. بداية المزمور فيها حتة عن من هو الله الديان. لما يقول إله الآلهة، هل معنى كده أن في آلهة أخرى؟ التفسير بتاعت الآباء ماشية في اتجاهين، هو الإله على كل ما يدعى إله آخر، لأن هو خالق الكل. كل الآلهة الأخرى كانت مصنوعات أو أفكار بشر، أما الله فهو الخالق اللي خلق الكل. وفي تفسير تاني يقول إله الآلهة، عارفين كلمة المسيح ما تخضوش من التعبير، ما يقول ألم أقل أنكم آلهة، ده في مزمور من مزامير برضو. يقصد إيه بالآلهة؟ البشر اللي على صورة الله ومثاله، مش في الألوهية المطلقة، ولكن في أن هم ليهم سلطان على الأرض. عارفين ساعات نستخدم تعبير رب أسرة أو ربة أسرة، معناه أنه إله الأسرة؟ لا، مدبرها أو رعيها. فلما يقول إله الآلهة ما نتخضش منها، مش معناها في آلهة، يعني هو إله البشر. وكأن احنا هنا في بداية المزمور ده التفسير الأقرب في المزمور ده، لأنه بيتكلم هنا أنه إله الآلهة الرب تكلم. يبقى لما يقول ربنا إلهنا بيتكلم يبقى لازم نسمع. ما يبقى واحد في شركة ويقوله المدير بعت جواب أو بعت إيميل، تفتحه بسرعة وتبص تشوف فيه إيه. جاي لك مسج من حد من رئيسك في الشغل أو من مديرك طبعا، أو زوج جاي له من زوجته، يعني ده موضوع تاني طبعا، دي مديرة المنزل يعني. لكن الفكرة هنا أن ربنا لما يقول عليه إله الآلهة الرب تكلم، لما كأنه رب كل البشر. ولما نقول نسمع كلمة إله الآلهة ونشوف أن البشر ساعات أطلق عليهم آلهة، ما نقول عليها هو كما بيتقال عليه قدوس القديسين. هل معنى كده أن احنا قديسين وبلا خطية؟ أبدا، مش ده المقصود طبعا. ولكن هو بيكلم أن هو إله الآلهة، وما يقول الرب تكلم نسمع. لما تيجي رسالة من ربنا نسمع. في حد لما يبقى عنده حد مهم في حياته يعمل النوتيفيكيشن نوت بتاعة الموبايل مختلفة عن أي حاجة، يعني رنة الموبايل بتاعته غير أي رنة، النوتيفيكيشن بتاعة الرسائل بتاعته غير أي رنة، عشان لما تيجي دي يقوم ينتبه ويشوف ده إيه. في ناس كده، فلما الرب يتكلم ننصت ونسمع. وإحنا في الحتة دي بنفتخر بانتسابنا إحنا لله. ولما نقول إن ربنا تكلم، فالله لا يترك نفسه أبدا بلا شاهد، يتكلم ويوضح ويعلم. ما يقول في البدء كان الكلمة الله، الكلمة اللوجوس، نطق وكلم وقال من مشرق الشمس إلى مغربها. في كل مكان ربنا بيتكلم، من مشرق الشمس إلى مغربها. المشرق أحيانا يرمز إلى الناس الأبرار والأتقياء، والمغرب يرمز لمملكة الظلمة. فكأن الله بيكلم الأبرار والأشرار، يكلم الكويس ويكلم الوحش. وأيضا في بعض الأباء فسروها بأن مشرق الشمس الناس اللي أمنت بربنا في البدايات، الأمة اليهودية،
ومغربها الأمم. فالله بيكلم اليهود والأمم، فكأن الكلام أو الآية تعني أن ربنا إله كل البشر بيتكلم وبيكلم الجميع، مش حد واحد والباقي ما يسمعهوش. وتيجي تنطبق علينا إحنا كمؤمنين بالله، يقول كلم اللي ابتدوا حياتهم مع ربنا من وهم أطفال واللي افتكروا ربنا في آخر أيامهم. الكلام للكل، الكلام للكل، اللي عاش مع ربنا واللي رفض ربنا واللي جه ربنا بدري واللي جه ربنا متأخر، الاتنين الكلام ليهم. يقول الكلام جاي منين؟ من صهيونة كمال الجمال الله أشرق. صهيون دايما رمز للسماء ورمز للكنيسة، فلما يكلم ربنا يكلم من صهيون، من الكنيسة أو من السماء أو من مصدر الكلام بتاع ربنا. زمان كانت في خيمة الاجتماع. ما يقول كمال الجمال يعني إيه؟ يعني الجمال التام الكامل. إيه الجميل اللي فيها؟ إن الله في وسطها. عارفين لما ربنا يمدح عروس النشيد ويقول لها، يعني لما تقول عن نفسها أنا سوداء وجميلة، إيه الجمال اللي فيكي؟ إن ربنا ساكن فيا، إن أنا أنتسب لهذا الإله. قد أكون ضعيف، سامحوني، يعني عقليا بدنيا في إمكانياتي في إيماني ضعيف، لكن كل اللي فيا حلو إن ربنا معايا. أحيان كتير جدا بنروح نزور بعض الأماكن الأثرية زي الأديورة الأثرية، المكان تقريبا حطام ولكن تستشعروا فيه رائحة زكية كده. إيدي واحد بيقول لي لما بخش الدير بحس اني بستنشق اكسجين انقى، مش لان بعيد عن العادم، لكن لانه بعيد عن تلوث بتاع الدوشه بتاعه المدينه. في هدوء البريه بيستنشق ده. فالحقيقه من كمال الجمال من صهيون الله اشرق، ولما نور ربنا يظهر نفتكر ان الله نور، ولما يشرق نور ربنا علينا واحنا اولاده نفتكر ان احنا لابد لينا ان نعكس نور الله. فايه 3 يقول ياتي الهنا ولا يصمت، نار قدامه تاكل وحوله عاصف جدا. الهنا ياتي، هو جه متجسد، يعني مش مجرد كان بيجي زمان يبقى فيه ليه حضور في خيمه الاجتماع او في الشكل بتاع الخيمه، لكن لا، ده هنا كمان ياتي ولا يصمت. يأتي جه على الأرض ولا يصمت، عرفنا كمال الوصايا اللي قال لم آتي لأنقض بل لأكمل، وصل لنا كل الوصايا. جه ربنا وتكلم معانا فيقول يأتي إلهنا ولا يصمت نار قدامه. إيه النار دي؟ الوصايا اللي زي النار بتعمل إيه؟ بتحرق أعداء الله. ورهلنا المسيح كويس جدا في التجربة على الجبل لما كان بيحارب الشيطان بإيه؟ بالمكتوب في الكتاب المقدس. فالكلمة بتاعت ربنا نار، نار توقظ الإنسان وتديله دفء للحياة بتاعته وتحرق كل ما هو قش في حياته. كلام ربنا يبدد كل أفكار الشيطان. لما يجي الشيطان بفكرة وقول له طب وإيه رأيك في كلام ربنا اللي بيقول كذا، تلاقي الفكرة سكتت والشيطان اتخرس. والحقيقة قديس أغسطينوس يقول ليخف التبن من النار ولكن الذهب تظهر نقاوته بالنار. اللي يخاف من النار مين؟ التبن. عشان كده هو هنا بيحذر مين؟ المرائين اللي ليهم منظر وبس، لكن اللي جوهره ومعدنه فعلا بتاع ربنا ما يخافش. نار الكلمة بتاعت ربنا أو نار التجارب اللي ربنا ساعات بيحطنا فيها تحرق واحد خفيف. ليه؟ في واحد جوه التجربة جوه الكنيسة وبيصلي، وأول ما تجيله تجربة يكحد الله ويجدف عليه ويقول كلام صعب، وواحد تاني جوه التجربة حتى لو اتألم يقدر يقول كلام كويس على ربنا، يقول نصبر ما نشوف ربنا قصد بيها ايه. بتظهر معدنه. فلما يقول عليها نار قدامه تأكل، تأكل ايه؟ قش، او تنقي الانسان من اي شوائب فيه. ساعات في ناس جوه التجربة كده لما توصلوا حاجة من كلام ربنا او من تجارب ربنا يستشعر في كلامه ان دي بتنظفه من حاجه جواه، هو في حاجه كان ماسك فيها بس بينت له. شاب الغني اللي راح للمسيح وقال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه، قال له احفظ الوصايا، قال له حفظتها منذ حداثتي، فقال له فاضل لك حاجه واحده. ايه دي؟ نار هتاكل ايه؟ بتبين الحته اللي قلبه متعلق بيها.
قال له اذهب وبيع كل ما لك. طلع الشاب ده متعلق بالفلوس وبمقتنياته. لو شاطر مضى حزينا وبعدين راجع نفسك. يعني ممكن الواحد فينا يبقى زي الشاب ده، يروح لأب اعترافه ويقول لأبونا أنا عندي مشكلة كذا كذا، يقول له اعمل كذا، يقول له أبونا أنت متأكد؟ عسى ما أقدرش، اكتشفت نفسي على حقيقتها، كرامتي أعلى من وصية المسيح، في حاجة كده كشفتها لي نار الوصية. أما يقول لك من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر، وصايا الميل التاني بقى كلها اللي محدش فينا بياخدها من أول مرة، لازم يقعد يجادل فيها. وبعدين يعني الكويسين في نقول طب اعملها ازاي، طب اتدرج فيها ازاي، ده الكويس يعني، ده اللي بيحاول. لكن لو هرب منها بتعمل ايه؟ ساعة الجد بتبينه على حقيقته. يعني اللي عامل فيها شخص لطيف جوه الكنيسة وهادي ومؤدب وبيقول الحان، يخرج بره لا عربيته مخبوطة يبقى حسه قد كده، هيتوجع ان عربيته اتخبطت. يعني بمناسبة عربيته اتخبطت النهاردة وانا قاعد في بيتنا يعني. بس يعني هتنزل شكلك هيبقى ايه؟ هتبين بقى، هتبين انت شكلك هيبقى ايه ساعتها. يقول وحوله عاصف جدا. العاصف ده بيعمل ايه؟ افتكروا كده حتى قالها المسيح، الذي رفشه بيده. الرفشه ده اللي هو ايه؟ عارفين الشوكه الكبيره اللي بيمسكها الفلاحين دول، يقول لك بيدروا بيها القمح. بيعملوا ايه؟ الحنطه لما بتتجاب زمان ما كانش فيه ميكنه، بيقصوها وبعدين يفركوها، يفضل القش والحنطه على بعض في كومه واحده. فالفلاح يعمل ايه في وقت الخمسين ده؟ فيه هوا بتاع الخمسين، يروح غارف ورفعها لفوق. يحصل ايه؟ القش الهوا يطيره والحنطة ليها وزنة فتتقل. ده اللي قال عليه يكونون كالهباء الذي تذريه الريح، اللي في المزمور الاول. الهباء ده اللي هو العصافة، ورقة نزلت من على الشجرة نشفت، اي شوية هوا يطيروها فبقت زي العصافة. فعشان كده يقول ايه؟ وحوله عاصف جدا. النار دي تبين قوة عمل الروح القدس، تبين. يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. إذا كان دعا الشعب كله من المشرق للمغرب، دعا السماوات من فوق والأرض، يعني كأن بيجيب من الشرق للغرب ومن فوق لتحت، بيجيب من الملائكة للبشر كله ليقيم العدل ويشهدهم عليه. يجيب الناس دي كلها، والملائكة هنا على الأرض وإحنا لسه على الأرض، لسه في الوقت بتاعنا، تساعد أرواح مرسلة للخدمة، والأتقياء ربنا اللي على الأرض هنا يشهدوا لصدق الوصية. عايز أقول لكم على حاجة، ربنا هنا أصلي لما يبقى زعلان من خطية الرياء، إن الناس اللي جوه الكنيسة اللي مفروض محسوبين كأولاد لي، محسوبين على ربنا، طب بنقول ربنا اسمك القدوس الذي دعي علينا، مش موجود حاجة، مش مفروض حاجة نتبهى بيها بس، ولا خانة نحطها في خانة الديانة، ده سلوك مفروض نعيشه، فبقت مسؤولية علينا. فبالتالي أتقياء الله اللي عايشين هنا على الأرض في وسطينا، الواحد من دول بيشهد علينا، يدننا بإيه؟ بعمله. مرة حد شرحها وقال لما يجي طلبة مش مذاكرين وتلاقي العيال كلها سقطت في الامتحان، ويروحوا يعملوا شكوى لمدير المدرسة ويقولوا له مدرس حاطط امتحان بره المنهج، فيجي المدير المدرسة يخش يقول لأستاذ فلان الولاد بيشتكوا ان الامتحان فوق قدرات الطالب العادي وانه بره المنهج، يروح منادي على واحد من وسطهم كده يقول له فلان تعالى حبيبي هات ورقة اجابتك معاك، يقول له ارفع ورقتك كده وريني واخد كام، تلاقي الولد جايب 9 من 10 او جايب 10 من 10، يقول ده زميلكوا وفي وسطكوا عمل ايه بيهم؟ ادنهم. لما نبقى احنا هنا كاولاد لله متمسكين بالوصيه في عالم شرير، متمسكين بالطهاره في عالم تعود الاباحيه، متمسكين بعفه اللسان في عالم بقى الكذب والغش والنفاق والنميمه اسلوب حياته، وهي دي الكوميديا اللي بيضحكوا عليها، هي دي الحاجه اللي بيفرحوا بيها، هنعمل ايه؟ زي ما قال المسيح للتلاميذ تدينون اسباط اسرائيل، يقول لهم إيه؟ اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. هاتوا أتقيائي. أتقياء الله اللي هم مين؟ اللي بيخافوا وصية ربنا، في قلبهم مخافة الله، القاطعين عهدي على ذبيحة، اللي التزموا بعهد الله اللي بينهم وبين. كلنا بيننا وبين الله عهد قطعناه يوم المعمودية وأمننا عليه، ولألا أحد فينا يكون نسي أو قال أنا ما قلتش أبويا وأمي قالوا نيابة عني، انت في حل. لكن انت خش كده المعمودية مع اي طفل انت بتحضر معموديته،
بتلاقي أبونا بيقول لك بص وقول كده أجحدك أيها الشيطان تروح قايل وراه بلسانك، ولا أنت ناوي تمشي مع الشيطان؟ تبين. تفتكر هذا العهد إمتى؟ بدمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم، وجسدي الذي للعهد الجديد الذي يقسم عنكم، وكل يوم تيجي تتناول منه. أنت بتشترك في هذا العهد، قاطع عهد على ذبيحة، هو ده العهد اللي بينك وبين ربنا، وهذه هي الذبيحة. فالحقيقة أنت بتبقى ماشي مع ربنا بتحترم العهد ده، وماشي على شريعة هذا الإله اللي هيجي يحاسبك على كلامه اللي مكتوب في الكتاب المقدس. وتخبر السماوات بعدله لأن الله هو الديان. تخبر السماوات بعدله، الحقيقة كل حاجة في الدنيا بتخبر بعدل الله، السمائيين يخبرون بعدل الله، والطبيعة كلها والعالم كله بيخبر بعدل الله. وفي وقت شعورك بالظلم تحس ان مفيش عدل في الارض، ارفع عينيك للسماء وترجى عدل الله. افتح كلام واقراه واطمن، وخد الكلام ده على نفسك مش على الاخرين. لما تسمع الكلام وتشوف فين العدل في الارض، فلان ليه عمل، المسيح كتير جدا كان يحذرنا من خطيه الدينونه، لا تدينوا لكي لا تدين لكي لا تدانوا، ولا تحكموا على احد فلا يحكم عليكم. الكلام ده كان ليه؟ لأن إحنا مشكلتنا إن إحنا مش بنحكم مجرد وإحنا ماشيين وبنتفرج على الناس بس بتعمل أخطاء، لأ، ده إحنا ساعات بيكون الوضع أسوأ من كده، إن أنا لما أتظلم أتهم الله نفسه، فين عدله؟ فالموضوع نفسه ما بيتعدى ويتخطى حدود إن أنا في إنسان ظلمني، لأ ده بتهم ربنا نفسه، أنت فين؟ لأ، افتح عينك وشوف كلام ربنا. ربنا بيتأنى زي ما تأنى عليك أنت قبلهم. ويقول القديس ماري إسحاق: أحكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك، فساعتها لا هتخشى العاصفة، لأنك أنت هتبقى زي الحنطة مش زي التبن، مش هتطيرك. ساعة ما يجي الله ليدين ويرفع كده العالم ويقوم العالم كله، هتروح مع مين؟ مع الحنطة ولا مع القش اللي بيحرق للنار الأبدية؟ وما دمت ابنه ما تخافش، ما تخافش، ما دمت ابنه هو بيحبك وبيحتويك وعايزك. يبقى في الأول باراجراف ده اتكلمنا فيه المزمور عن إن ربنا هو إله الآلهة اللي حيدين، اللي كلامه هو اللي هيحكم علينا. قبل ما نخش مع المزمور ونشوف الحتة اللي بعدها، يقول: اسمع يا شعبي فأتكلم، يا إسرائيل فأشهد عليك الله إلهك أنا، فأشهد عليك الله إلهك أنا. لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما قدامي. ما كل يوم عندك محرقات بتجيب، مش دل زعل منه. لا أخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك أعتدى. أعتدى اللي هي الجمع عتود، اللي هو المعزة الصغيرة يعني، أولاد المعيز يعني. لأن لي حيوان الوعر والبهائم على الجبال الألوف، كل دول بتوعي. قد علمت كل طيور الجبال ووحوش البرية عندي، كل الطيور اللي في السماء وحوش البر دي كل تبعي، أنا اللي عامل كل ده. إن جعت فلا أقول لك، هو مش إن جعت، ربنا لما بيجوع مش هيقولك فهياخد من دول، لا، هو مش مستني المحرقة يأكلها. ده سؤال افتراضي أو طلبة افتراضية يعني، أنا يعني جوع ربنا مش ده، هنشوف. فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملؤها، هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ بيوضحها: اذبح لله حمدا، ده اللي أنا مستني منك، وأوفي العلي نذورك، وادعوني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. الآية المشهورة اللي احنا بنحبها، سايبين مزمور كله مسكين فيها طبعا. ما يقول: اسمع يا شعبي فأتكلم، تاني بينبهنا، أنا هرجع أتكلم. كلام ربنا ينبهنا بإيه؟ يدعونا للتوبة وللرجوع ليه، يفكرنا أن احنا شعب الله. يقول لنا: اسمع يا شعبي فأتكلم، زي ما يقولنا مبارك شعبي مصر اللي فرحانين بيه واحتفلنا بالعيد ده من كام يوم، احنا فعلا شعب الله، فيذكرنا ان احنا شعبه حتى وهو بيعاتبنا، احنا ولاده. فانا مهتم، نفسي اكون لي اهتمام لما يقول لي اسمع يا شعبي فاتكلم. لما ربنا يتكلم محتاج اقعد اسمع. في ناس لما بتيجي تسمع كلمه ربنا او الكتاب المقدس تسمعه ازاي؟ مش بيقراه، او يقراه كده تيكاوي، واحد يقول لي انا بحطه في ودني واسمعه وانا ماشي، كويس، لكن مش دي الكفاية يعني، دي ممكن تكون خطوة زيادة، زي اللي بيصلي مزاميره وهو ماشي خطوة زيادة، لكن المخدع فين والقعدة اللي هي انت وربنا بس دي فين؟ اسمع يا شعبي فأتكلم، اسمع، اديني وقت اسمع فيه، اديني انتباهك، انا هتكلم. فأشهد عليك الله إلهك أنا، هشهد عليك يعني ايه؟ مش جاي، سوري آسف، مش جاي أعلم عليا يعني،
لكن ربنا يقول أشهد عليك، يعني كلامي هيكون شهادة على أعمالك عشان تلحق تصلح نفسك. مش عشان هو مش جاي يدينا دلوقتي، لسه الدينونة مش دلوقتي، دلوقتي لما تقعد مع الإنجيل وتشوف الإنجيل ده بالنسبة لي زي المراية، أقرأ فيه وأشوف الوصية ولاقي الوصية بتشاور على إيه؟ على خطأ عندي، على تقصير عندي، وماله تعالى بقى هاته وابتدي من أول تاني. فيقول لك إيه؟ اسمع يا شعبي فأتكلم، أشهد عليك الله إلهك أنا، فأقف قدامه إيه؟ مهتم جدا. ولما يقول الله إلهك أنا، هو أنت كنت جاي تتقيني عشان عايز إيه؟ حطلنا هنا هدف العلاقة بالله، الله إلهك أنا، عايز إيه من ربنا؟ عايز ربنا نفسه، عايز ربنا نفسه، والباقي يزاد لكم. هو ملكوت الله إيه اللي قاله اطلبوا أولا؟ ملكوت الله وبره. فلما يقول اسمع فأتكلم أشهد عليك الله إلهك أنا، كأنه بيقول لي ها مركز واخد بالك، كلامي هو اللي هنحكم به بيننا وبين بعض، وأنا إلهك اللي أنت ماشي وراه، كلامي هو اللي هيمشي وهو اللي بصوا خدوا بالكم المشكلة فين؟ إن ربنا بيتكلم والعالم بيتكلم، ربنا ليه منطقه والعالم ليه منطقه. هو الشيطان هيجينا بلا منطق؟ يعني هل تفتكروا الشيطان يقول لك ايه ما تيجي نعمل الخطيه الفلانيه ونروح من جهنم من وراها؟ تقول له اه حلوه، حتى الجو هنا حر، الحر مش كفايه، عايزين جهنم نتشوي فيها؟ طبعا لا، طبعا لا. هيقول لك ده دي لذه، ده احتياج، انت بتاخد حقك، انت بتشبع، دي طبيعه ربنا خلقها فيك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وكلام ربنا فين؟ نركنه ونسمع كلام الشيطان؟ لا، الله إلهك أنا، تسمع كلامي أنا مش كلامه هو. اللي حيدينك كلامي أنا مش كلام الشيطان. كلام الشيطان أنت، إحنا من أول صفحة في الكتاب المقدس شفنا أدم وحواء رموا الوصية على جنب وسمعوا كلام الشيطان، راحوا فين؟ خلاص الحياة بقت بالنسبة لهم شقاء وتعب، والمسيح لخصها في العالم سيكون لكم ضيق. طبعا هو كمل وثقه أنا قد غلبت العالم، لكن العالم بقى بالنسبة لنا إيه؟ تنبت لك شوكا وحسكا وتعب ووجع وعرق بينك تأكل خبزك. ده آخرة المشي ورا الشيطان ده. إحنا وإحنا لسه هنا عندنا فرصة. طب وفوق لما الفرصة تروح؟ لازم ننتبه لما ربنا يتكلم، ننتبه. لا على ذبائحك أوبخك، فإن محرقاتك هي دائما أمامي. أنا مش بتكلم على إنك جيت ولا ما جيتش، لكن جيت عملت إيه. في ناس شطرة لما تقف قدام ربنا وتصلي وتحس ان الصلاة كلها سرحان، تقف يعاتب نفسه قدام ربنا، يقول له يا رب مكسوف منك، صليت وما ركزتش في حرف واحد من اللي قلته، فتحت الانجيل وقريته وعجبني كلام دخل دماغي وحليت المسابقات عليه، لكن ما عشتش ولا حاجة من اللي انا قريتها دي. جيت الكنيسة وحضرت القداس وتناولت، وزي ما خرجت زي ما دخلت، مش واخد بالي انك جواي. ده انا خارج اتخانق رغم ان المسيح جوايا، وابونا بيقول بخريستوس بنوتي، واحنا نقول له امين استشوبي، المسيح الهنا، ونقول له ايوه طبعا طبعا، ايه خرجنا عملنا عكس اللي المسيح بيقوله. وبالتالي هنا بيقول لا على ذبائحك وأوبخك، مش على الطقس ولا على النوتة الروحية، على العمق اللي مش موجود. ما انت كل يوم قدامي، ما انت كل يوم بتيجي تصلي، ده بيتكلم عن الناس اللي بتيجي بتصلي. خدوا بالكم اللي ما بيجيش، ده موضوع تاني، بس يعني ده بيتكلم على دول. فالمشكلة فين؟ في خطية الفطور الروحي اللي المسيح بيبقى دايما متضايق منها. ودايما في ناس تيجي تعترف بالفطور الروحي غلط. اسمحوا لي اقول بس معلومة كده، الفطور الروحي ساعات واحد يقول لك بقينا في الخمسين فاترين روحيا، يعني لا بصلي ولا بقرا الانجيل، ده مش فطور. بصوا في الفطور كده، لما جه يكلم الملاك بتاع اللي قال له لانك انت فاتر، قال ايه؟ قال له تقول انك غني وقد استغنيت ولا حاجة لي لا شيء. يعني ايه؟ صلى وصلينا انجيل وقرينا وقدس وتناولنا واعترفوا زي الفل، تمام يا رب، تمام تمام، اخرج اعمل بقى اللي انت عايزه. ايه ده؟ وراضي عن نفسه، راضي عن نفسه، مش شايف ان في غلط. لو واحد بيعمل دول وحاسس ان الملوش عمق، ده مش فطور، ده لسه حاسس. انما الفاتر مش حاسس بحاجه، شايف ان كله تمام. ما عشان كده هو هنا متغاظ من دول، شافهم بيقولوا ايه؟ ما احنا جبنا المحرقات وقدمنا الذبائح، فاضل ايه تاني؟ ما خلاص زي الفل. قال له مش على ده، مش ده اللي مزعلني، مش ده اللي مزعلني، انا مش عايز المنظر، انا عايز العمق. لا اخذ من بيتك ثورا، ابتدى يشرح له بقى، لا اخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك اعتدى، انا لا عايز معزه ولا عايز ثور، لان لي حيوان الوعر. هو عنده كل حاجه، مش محتاج تغنيه، انت مش هتغنيه بحاجه. وان كانت النبوه دي في بدايتها بتشاور على بطلان ذبائح في العهد الجديد، فهو بيأكد بعدها ان كل حاجه لله وهو معطي الكل.
هو الغني وهو الذي يغني، بيطالب الإنسان بإيه؟ بحب، مش بعبادة ظاهرية، مش مجرد واحد واقف وعمال يبص في الساعة وهو بيقرأ الإنجيل، ولا بيبص في الساعة وهو بيقرأ المزامير. مش بتكلم على واحد نازل شغله، بتكلم على واحد قاعد مع ربنا. إدى ربنا أنهي وقت؟ إدى ربنا أنهي وقت؟ الحاجة اللي بنحبها بنفضلها وقتنا. واحد مرة بيقول لي أنا متضايق جدا من نفسي، بقول له ليه؟ كان في وقتها كأس العالم بيتلعب في دورة من دور اللي هي اللي في الغرب، فالماتشات كلها بتتلعب في توقيتات بتتلعب الساعة 2 بعد نص الليل يعني. فبيقول لي صاحي الساعة 2 عشان أتفرج على ماتش لمدة ساعتين بالتحليل بالأخبار بتاعته بإعادة الأهداف وداخل أنام، طب ما عملتهاش ليه؟ وصبح تاني يوم عنده شغل. بقول ما عملتهاش ليه مع ربنا؟ إن شاء الله أقف ربع ساعة. هو من نفسه حس إن اللي بيعمله غلط. فالفكرة كلها فين؟ مش في الممارسة الروحية، العمق اللي وراه. هو مش عايز منك ده، الباقي ده كله بتاعه، الوقت بتاعه والحياة بتاعه والنفس بتاعه وجسمك ده كله بتاعه، أنت كلك في إيده. لكن هو بيعمل إيه؟ بيدور على الحب، مش مجرد إتمام الفرائض، بيدور على القلب. ولما يقول إن جعت فلا أقول لك، هو بيجوع لإيه ربنا؟ ربنا بيجوع لإيه؟ قلب الإنسان. يقول له ابني أعطيني قلبك. الجوع اللي بقول لكم عليه ده تعبير افتراضي، مش مقصود. لأن لما التلاميذ كانوا بيقولوا له تعالى كل ساعة مكان عند السامرية، قال لهم لي طعام آخر لستم تعرفونه، طعاميا يعني أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. إيه كانت مشيئة الذي أرسلك وتتمم عمله؟ يكمل الفداء. ليه؟ لأنه بيحب البشرية حب لا يوصف، حب لا يوصف، ومتوقع منهم يبقى بدلوه حب بحب. مش ممكن إنسان أو إله، ده مش إنسان بس، ده إله بيحبني كل هذا الحب وأنا بقابله بالجحود أو بالجمود ده، وقول له عملت لك اللي أنت عايزه، عملت لك اللي أنت عايزه. هو مين محتاج لمين؟ مين اللي محتاج لمين؟ المزمور فيه سن التوبيخ بأسلوب هادي شوي. فإن جعت فلا أقول لك، لأن لي المسكونة وملؤها. مش مستني حاجة غير قلبك تدهون، يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق. ويرجع يقولها بقى يوضحها، هل أكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ هو اللي هياكل لحم ثيران أو يشرب دم التيوس هو محتاجهم؟ هما كانوا بيعملهم ليه؟ كان ربنا بيقول لهم ليه اذبحوا وقدموا الذبائح دي؟ عشان يفكرنا ان أجرة الخطية موت، عشان يفكرنا ان احنا دي بتفكرني بخطيتي. هي ذبيحة كانت ذبيحة ايه؟ اثم، ذبيحة اثم. عملت خطية وجاي اقول انا عملت كذا، والغلبان ده هيموت نيابة عني. الغلبان ده لمين؟ الطور او الماء او التيس اللي هيموت ده نيابة عني. رمز لمين؟ للإله الذبيح اللي هيتذبح نيابة عني، ومش هياكل لحم ثيران ويشرب دم تيوس، ده هيديني جسده ويديني دمه، أكله وأشربه أحيا بيهم. ذبائح إيه؟ الذبائح دي كلها كانت بتشاور على حاجة تانية، اللحمة اللي بتتاكل والدم اللي ما اللي هو كان فاكر هتشربه، هشربه ليه؟ ما اشربش. إنما أنت اللي محتاج تشرب دم المسيح عشان يتجدد دمك وتتجدد فيك الحياة. امال عايز ايه يا رب؟ يقول لك اذبح لله حمدا. يا هي دي اللي مستنيها يا رب. طبعا هو الشكر بيطلع منين؟ من قلب يقدر قيمة العطية. اذبح لله حمدا، قدم ذبيحة حمد. طب ليه بيسميها ذبيحة؟ اولا هو ربطها بذبيحة الحمد، ذبيحة الشكر، ذبيحة الإفخارستية. هي دي الذبيحة اللي بنقف في اخرها واحنا بنتناول، نقول لربنا ايه؟ نقول في المزمور 50 سبحوا الله على مقدرته. ايه مقدرته؟ يقدر يعمل كل حاجه، يقدر يرد لي الحياه، يقدر، مش خلقني من العدم، يقدر يرد لي الحياه. ويردها لي ازاي؟ بطريقه عادله ورحيمه، ويموت هو بدالي ويديني جسد ودم واكلهم واشبع بيهم. اذبح لله حمدا، ذبيحه الشكر هي دي اول واحده. وذبيحه الشكر ان انا اشكر ربنا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. والأكثر أشكر ربنا في وقت الضيق. سألت مرة حد من الأباء الأسقف، بقول له سيدنا الندر يتوفى للكنيسة أو لربنا إمتى؟ كان قبل الكهنوت. بقول له أوفي الندر إمتى؟ قال لي الإنسان الطبيعي لما الحاجة اللي طلبها من ربنا تتعمل يوفي الندر، ولو ما اتعملتش هو في حل من ندره. قلت له بعدين، قال لي والإنسان الروحاني وفيها في الحالتين لأنه عارف أن ربنا اختار له الأفضل. قلت له كويس. قال لي وفي واحد افضل من الاثنين، لو ندر حاجه يوفيها اول ما ندر بيها يقول لحسن انساها سواء اتعملت ما اتعملتش، ما انا كده كده هوفي الندر. ده بيشكر امتى؟ قبل ما الحاجه تتعمل.
تخيلوا كده، انتوا بتحطوا طلبات على المذبح بتقدموها وتحطوها جنب ذبيحة الشكر، كأن بتحطوا الطلبة ومعها شكر على ايه؟ على اللي هتعمله. بنعملها من غير ما نحس على فكرة، حتى لو ما نقصدش. اديني قلتها لكم عشان تبقوا تقصدوها المرة الجاية. بنقدم لربنا طلبة مشفوعة بالشكر. المهم في كل الأحوال نكون شاكرين لربنا. اذبح لله حمدا ووفي العلي نذورك اللي قلته توفيه. وتوفي العلي نذورك في ايه؟ هو ربنا محتاج حاجة؟ ابدا. بس بدل ما تروح تقول هأكل ربنا، أكل إخوات ربنا الضعفاء والأصاغر من التعبانين نفسيا وجسديا، اللي جعانين لحد يسأل عليهم، أو اللي جعانين لحد يطبطب عليهم، أو حد يأكلهم حتى لو فتات من اللي احنا بنرميه. اذبح لله حمدا ووفي العلي نذورك وادعوني. بتكمل على فكرة، وادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. هو تذبح وتوفي وتدعو وتدعو وقت الضيق، ما تفصلهاش عن اللي قبلها. وكأن التسبيح وإن الواحد يوفي النذر الروحي قبل ما تدعوه فيتمجد فينا كده، ربطت بالحتة اللي كنت بحكي لكم عليها، إن توفية النذر تبقى إمتى؟ أول ما تقول. ليه؟ لأن هو هينقذك فتمجده. وتمجده إزاي؟ بصوتك، بلسانك، في الكنيسة، في مخدعك، وماله. وللشرير قال الله، آخر باراجراف في المزمور، وللشرير قال الله: ما لك تحدث بفرائدي وتحمل عهدي على فمك وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك؟ إذا رأيت سارقا وافقته ومع الزنا نصيبك، أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا، تجلس تتكلم على أخيك، لابن أمك تضع معفرة. هذه صنعت وسكت، ظننت أني مثلك، أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك. افهموا هذا يا أيها الناسون الله، لألا أفترسكم ولا منقذ. ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه، طريقه أريه خلاص الله. هللويا. ما بيدعوش الشرير إنسان شرير يعني ماشي بعيد عن ربنا، لا، هو بيتكلم على الشرير. أنا بقول ما لك بيقول له: ما لك تحدد بفرائدي وتحمل عهدي على فمك وأنت قد أبغضت. يعني بيقول كلام ربنا. هو في شرير بيقول كلام ربنا؟ طبعا. اللي بيقوله مش بيعمل، بيقولوا مش بيعمل. يدين واحد على خطيته، هو نفسه لو بيعمل نفس الخطيه ما يتوبش عنها. بعيد عن ربنا، بعيد عن ربنا، مش عارف يقول كلام ربنا صح. زي ما قال المزمور: كيف نسبح تسبحه الرب في ارض غريبه؟ مش عارف الكلام، مش طالع. اصل التسبحه مش مجرد كلام بيتقال. كانوا بيقولوا لهم: سبحوا لنا تسبحه من تسابيح صهيون. قولوا شويه من اللي كنتوا بتقولوهم عندكم في صهيون. كنتوا بتقولوا ايه؟ هو فولكلور. مش فولكلور، هو مش لحن بنقوله وخلاص وبندندن بيه وخلاص. ده جوه المكان ليه معنى، لانه مرتبط بشيء بنقوله وبنعمله. ما ينفعش يبقى ليا صوره ابن ربنا وانا غريب عنه. ما ينفعش يبقى اسمي بقول كلام ربنا وربنا شايفني شرير. يقوله للشرير: قال الله ما لك تحدث بفرائدي. وطبعا لما اقول قال الله برضو، هنا دي ثالث مره ربنا يتكلم فيها، وهنا كأنه بيستنكر. يقول له: ما لك تحدث بفرائدي، بتقولها بس، وتحمل عهدي على فمك، بتنطق بكلام عهدي على فمك بس، ما بيتعداش اللسان. وأنت قد أبغضت التأديب وألقيت كلامي خلفك. مش قابل حكم ربنا عليه من جهته، كأنه بيتصور أنه حياته مع الله بلا تجارب، وحياته ما فيهاش سلوك للحق أبداً. وكأن يعني الإنسان ده عايز ربنا معاه في الخير بس. أنا مشيت مع ربنا يبقى معايا في الخير. عارفين زي اللي بيصلي ولو ربنا ما استجابش يزعل منه. بنت مرة جات لي صغيرة كده في مدرسة يعني، وبعدين بتقول لي: ابونا صلي الجدو عشان عيان. فبقول لها: حاضر يا حبيبتي، اسم جدو ايه؟ فبتقول لي كذا، فبكتب. فبقول لها: انت كمان تصلي معايا؟ قالت لي: لا مش هصلي. ليه؟ تقول لي: أصل أنا صليت لتيتا ماتت. هي البنت ماشية ببساطتها يعني، فمين هي؟ افتكرت لما بتصلي لتيتا ومات ربنا ما استجابش، طب نشوف حد تاني يصلي. فكرة كلها فين؟ أنت هنا ماشي مع ربنا، ما تحطش افتراض إن ربنا مش هيديك تأديب أو شدة. بالعكس، ده الذي يحبه الرب يؤدبه. قديس أغسطينوس يقول إيه على لسان ربنا؟ عندما أصفح
ترتل وتسبح، وعندما أؤدب تتذمر، عندما أعفو أكون إلهك، وعندما أؤدب لا أكون إلهك. بيستنكر، بيستنكر، بيتكلم على لسان ربنا. هو أنا لما بطبطب عليك وسامحك يبقى أنا كده كويس؟ وعارفين زي ما واحد يروح لأبونا ويعترف بخطية، أبونا يقرر الحل، خارج فرحان، يقول تناول كتير بقى عشان خاطر تمسك في ربنا. وبعدين لو تمادى الإنسان ده ممكن أبونا يشوف إن هو مستبيح شوية فيقول له يعني احضر قداس اللي جاي بس ما تتناولش. إيه القسوة دي؟ إيه العنف ده؟ مش من حقه يحرمني. مالك اتشنكت كده ليه؟ مالك اتشنكت كده ليه؟ مش عشان تعرف قيمة اللي أنت داخل عليه ده؟ مش كل الآباء بتعمل كده، ومش ده الخط اللي احنا ماشيين فيه. ده الخط الأكتر احنا ماشيين في الرحمة. لكن لو حد شد عليا، لو ربنا نفسه شد عليا، بقول له إيه؟ بتهمه بالقسوة واتهمه بالعنف؟ بالعكس. ويكمل كلامه ويقول له ألقيت كلامي خلفك، أنت كأني يعني كلامي ده ما بقالوش قيمة عندك يعني. لا، ما أنا قلت. عارفين عاملة زي إيه؟ زي ما ربنا بينبهنا. المسيح لما نبه التلاميذ على الأيام الأخيرة هيحصل فيها إيه؟ يقولها أنا قد سبقت وقلت لكم. ليه؟ حتى متى كان تؤمنوا؟ وماله؟ إحنا بقى بيحصل ده؟ ربنا فين؟ سايبنا ليه؟ إحنا خايفين بس يعني. إنما أوكي الواحد هو خايف ساعات يصرخ، إنما يتهم ربنا هو فين؟ وليه سايبنا؟ هو مش سايبنا، هو قال، هو نبه. بالعكس ده هو قايل ما ترميش كلام وراك. إذا رأيت سارقا وافقته، تشوف واحد غلطان عادي يعني تمشيها له، يعني كأنك بتشارك الأشرار فعلهم بموافقتك على اللي عملوه. واحد يقول لك أنا خدت حاجة كذا 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 من شغلي عشان ما تدونيش حق، يقول له ما حقك، هم اللي ظلموك الأول. إيه ده؟ ومع الزنا نصيبك، نصيبك يعني صدقاتك يعني أصحابك دول. ده الكتاب يحذرنا يقول لنا لا تضلوا يا إخواتي فإن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. أنت ماشي مع دول وعادي، عادي أنك تشوف أشرار في العالم، وعادي أن احنا نشهد للمسيح في وسطهم. المسيح نفسه قال لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. لكن ما وافقهمش لما جابوا له المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل وحررها من ايديهم، قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر. مشي واحد ورا الثاني لغايه ما فضل هو بس المرأة واقفة قدامه. فقال لها اما دانك احد؟ قالت له لا يا سيد. قال لها ولا انا ادينك. ها الكلمة اللي بعدها، روحي يا ست كملي اللي كنت بتعمليه، عكي براحتك، ولما تعك ولما تتزنقي تعالي لي. لا، قال لها اذهبي ولا تخطئي. لما قوم الراجل المفلوج قال له ايه؟ لا تعود تخطئ لئلا يصيبك اشر. وإيه أشر؟ العقاب الأبدي، ده أشر. وبالتالي الإنسان اللي عايز ربنا مش ممكن يشوف الغلط ويبقى مبسوط بيه. عارفين دي تبان في إيه؟ لما واحد يتفرج، أنا آسف هضايقكم شوية بس استحملوني، لما واحد يتفرج على فيلم كوميدي ويتعاطف مع البطل اللي هو تاجر مخدرات، ولا أصل راجل ممثل كوميدي وهو ده نمرة واحد، فبنضحك معاه ونتعاطف معاه ونحاول نقلده. إيه ده؟ لما واحد يتهم المجتمع بالإباحية والبنات لابسين مش عارف ايه وهو بالليل فاتح موبايله وعمال يتفرج على حاجات كده، انت بتعمل ايه؟ ما انت رافض دول، كنت بتقول عليهم كلام قد ايه، وانت من ناحية تانية بتحاول تدور على شكلهم. طب ليه؟ سوري، مش الحل انك تعوج، الحل انك انت تصلح اللي جوه، تصلح الخربان اللي بايظ جوه. مش إذا يعني رأيت سارقا وافقته ومع الزنا نصيبة. أطلقت فمك بالشر ولسانك يخترع غشا. خد بقى عندك نميمة على إدانة، على غش، على خداع، خد راحتك. ممكن تشارك في النميمة أو تسمعها أو تقول معاهم وتجود. عارفين دايما إحنا بنحب نسمع الخبر، ولو بتحكيه لواحد تحط افتراضاتك، تضيف لمستك كده على الجملة. يعني حكوا ان في امريكا عملوا لعبه كده، جابوا 30 واحد وجابوا الاولاني حكوا له حكايه في ودنه وقالوا له احكيها للثاني، والثاني يحكيها للثالث، على ما وصلت نمره 30 قالوا له قول لنا الحكايه الاصليه، حكى حكايه ثانيه خالص. ليه؟ كل واحد بيحب يجود يعني. احنا كده، احنا كده. طب انت بتسمع، بتسمع ليه؟ لو عندك كلمه حلوه قولها، انما ما عندكش تسمعش. لا تشتركوا في اعمال الظلمه غير المثمره بل بالحري وبخوها. احيانا التوبيخ بيكون بايه؟ انك تتهرب من القعده دي، تقول يبقى كده مش هنكلم حد خالص. لا، تقدر تغير الحوار على فكره، لو ليك القوه انك تقدر تحكي حاجه مهمه ومفيده والقعده يبقى فيها كلام، هتبقى كده. ما تبقاش قاعد بتسمع لناس عمالين بيسبوا في سيره واحد تاني وانت عمال تضحك بس بيتكلموا بطريقه كوميديه ولطيفه.
لكن احنا المفروض نعمل ايه؟ لساني ما يبقاش قاعد بيشترك في الحاجات دي. تجلس وتتكلم على اخيك، واخيك ده يقصد بها مين؟ كل انسان. لابن امك تضع معثره، مين ابن امك؟ ابن الكنيسه، ابن الكنيسه، ما اخوك بس انهي واحد فيهم ابن الكنيسه؟ كانك بتتكلم على كل اخواتك في البشر وكل اللي في الكنيسه، يعني اللي بره الكنيسه بتتكلم عليهم، واللي بره واللي جوه الكنيسه بتتكلم عليهم. لا سبت ده في حاله ولا سبت ده في حاله. هذه صنعت وسكت. ابتدي هنا ربنا يوبخه. الايه دي لها تفسيرين احلى من بعض، اسمعوهم بقى. هذه صنعت وسكت، الحاجات اللي انت اللي انا بحكي عليها دي انت عملتها وانا سكت. ظننت اني مثلك، افتكرتني موافق عليها. اوبخك واصف خطاياك امام عينيك. لا، هيجي وقت هاوبخك واصف خطاياك امام عينيك. لحسن تكون فاكر ان انا مبسوط باللي انت عملته ده، فحط فكره دينونه قدامك. لا تكون فاكر تمهل الله عليك وسكوته على اللي انت عملته ده انه موافق او انه راضي. ما احنا ساعات نتهم الله بكده. هو ربنا راضي بالظلم؟ يا سيدي مش راضي، مش راضي. مره بقول لوحده الكلمه دي، بقولها حبيبتي هو مش راضي بالظلم، بس اللي بيظلمك ده كمان اخوكي ومحتاج فرصه يتوب. تقول لي اه طلع هو البريء وانا اللي مجرمه. قلت له يعني هو يا كده يا كده. طب صلي له، صلي له يتوب. يتوب بقى ولا ما يتوبش؟ ايه ده؟ ليه القسوه دي على بعض؟ ليه القسوه دي على بعض؟ فالانسان هنا محتاج يعمل دي. عايزين تفسير تاني ولا عشان ما تلخبطوش كفايه ده؟ انتوا ساكتين، انتوا نمتوا ولا؟ اقول التفسير تاني هو تفسير تاملي. بيقول هذه صنعت وسكت. انت عملت خطاياك وسكت عليها وكفيت على الخبر مجور، وانت افتكرت ان انا زيك هجيلك في يوم اقلب عليك القديم والجديد. لا، ربنا في الحته دي بقى لو انت عملت دي بس، يعني خلينا نقول مش وسكت وندمت واختشيت وقلت ايه اللي عملته ده، سامحني يا رب. لو عملت كده، لو في جواك في حته توبه دي، ده تفسير تاملي شويه، مش التفسير. التفسير الاولاني هو الادق. هذه صنعت وسكت، انت ما عملت ده وسكت كده وافتكرت ان انا ساكت فكاني موافق عليك. لا، هيجي يوم هوبخك وكله مكتوب. لكن تفسير التامل الثاني لذيذ برضه، خدوه لينا وخليها دي تبقى رجاء قدام عينينا. ليه؟ لان بعض الناس لما بتخطئ وتقدم توبه مره واثنين وعشرة يقول لك انا بقالي 20 سنه بقدم توبه عن الخطيه دي ومفيش فايده فيا، وفاكر ربنا هيجيب له القديم والجديد. يا حبيبي اللي اعترفت بيه خلاص ربنا مسحه، ربنا مسحه. نرجع على المزمور نكمل اخر ايتين. افهموا هذا يا ايها الناسون الله لئلا افترسكم ولا منقذ. الحقيقه كلمه الناسون الله، هل احنا ناسين ربنا ولا احنا بنتناسى ربنا؟ احنا ناسين كتير قوي عن ربنا. الواحد فينا لما بيقف يبجح في ربنا، انت اله قاسي، انت فاكر مش عارف ايه، انت بتتلذذ بالعذاب بتاعنا، انت وانت وانت، انت نسيت نفسك. انت نسيت نفسك بتكلم مين؟ مهما كنت انسان على صورته مثال، ومهما دعاك ابنه، ومهما اشركك في عضويه كنيسته وبقيت عضو في جسد المسيح، اوعى تنسى انك في النهايه مخلوق. احيانا بننسى، احيانا بننسى، احيانا بننسى يوم الدينونه، ففاكرين ان احنا عايشين هنا وعادي. ناسون الله دي اصل دي خدوا فيها كتير، ممكن تسرحوا فيها وتفكروا فيها زي ما انتوا عايزين. افهموا هذا ايها الناسون الله لئلا افترسكم ولا منقذ. يوم الدينونه مفيش فرصه تانية. افتكروا العذارى الجاهلات خرجوا بره بيقولوا ربنا ربنا افتح لنا، قال لهم لا اعرفكم. عشان كده افهموا هذا ايها الناسون الله. ناسي ان فيه يوم للعقاب، ناسي ان فيه يوم للدينونه. المنظر اللي انت فيه ده مش هينفعك. طب ايه اللي ينفع يا رب؟ ذابح الحمد يمجدني. ذابح الحمد الذي اللي قلنا عليه بقى في الاول، اقدم ذبيحه الحمد. حياه او عاش حياه فيها تسبيح وشكر لله. المقوم طريقه اريه خلاص الله. المقوم طريقه يعني ايه؟ ماشي على كلمة ربنا ويقع ويعدل نفسه تاني. عارفين بيعمل تقويم للرجلين أو للسنان أو بيعمل إيه؟ بيعدل حاجة معوجة. فاللي رجله في طريق ربنا معوجة بيقوم طريقه. اللي زي ده أوريه خلاص ربنا. توريه له إزاي يا رب؟ ما هو مهما حاول يعمل مش هيقدر. اللي زي ده، اللي بيسعى لشكر الله وتمجيده دائما ويسعى لتقويم طريقه وإصلاح خطاياه باستمرار، اللي زي ده نعمة ربنا تاخده وترفعه وتمشيه في طريق ربنا بسرعة جدا 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 وتفرحه.
المزمور بيشاور على ان احنا محتاجين نتذكر من هو الله في مجده، نفتخر ان احنا بننتسب لهذا الاله، لكن لا نكتفي ان احنا نكون زي الكتب والفرسين المرائين اللي كانوا فرحانين ان هم واخدين مناصب جوه الكنيسه، او ان الامه اليهوديه اللي بتدعي انها نسل ابراهيم وما بتعملش اعمال ابراهيم. لكن الفكره كلها ان احنا محتاجين ان احنا نحط قدام عينينا كلام ربنا لما يقول لنا اسمعوا اله تكلم، اسمع ايها الشرير، انتبه انتبه، ولو لقيت حاجه عكس وصيه ربنا بسرعه قوم وقوم طريقك، اوعى تفتكر صمت الله عليك انه موافقك على اللي انت فيه او ان ربنا مبارك لك، لا، انت بتاخد حقك بس عشان لما نقف نتحاسب تبقى خدت حقك على الارض، ياخد حقه ربنا في السماء. ربنا يحفظنا من يوم الدينونه نحن نوجد امامه بالعيب، لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين. ناخد ايه بتحبوها، آية 15، وادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. سهله وانتوا حافظينها بتهيألي، قولوها بقى. وانا قلت انا حذرت من الواد، اصل هي اولها اسبح لله حمدا واوفي علي نزورك، وادعني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. كمان مره، ربنا يحافظ عليك، كل الهنا كل مجد وكرامه الابد امين. تفضل نصلي. اجعلنا يا رب مستحقين ان نصلي بشكر ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة موهبة وعطية روح القدس تكون مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام. سلام الرب يكون معكم.